السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيت والمرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في حد ولاد عبدون بقريبكا، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية. هاد الخيرات تنوريوها للجالية المغربية والناس موالي المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيت والمرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 31/12/2023. هاد الخيرة تنوري والجميع المشاهدين القناة زيت المرجان. أهلا. هاد الغطاس معروف الكزارة والبقعة والشرية والحريفية وكل واحد بشي حاجة اللي زوينة ورفيعة ومنتزة، تنوري والجميع الأحباب تونا كيما هاد الناس جابوا الكفتة السوق الأسبوعي بحد ولاد عبدون المقريب كان. والحجرة ضروري هو قال لك قول له. وشي جبنا شي بركه. عند واحد الريس محمد الخير من نواه. اها. الله يرضي عليك. ايه ما. هيا 50 كيلو يقول لي انا غنجيب لك يجي ما كانش. اها ما تيسلتش لك. لا تقول. كنت صبت انا. ما نوقف انا تلهي. هاد الخيرة تنوريو الجميع الحباب تونا. تبارك الله على السي احمد. ورينا هاد الخيرات بشحال تبيعوها سي الغطاس؟ 150 درهم الكيلو. 125 بيعوا الرابعه 750 بطيابه ب 5000 كيلو 1500. بطيابه بخمسه. واللي بغى يشوي عندك الغطاس؟ شوي احنا مع الجواد واحد شوينا له كيلو تبع عطانا 70 درهم نقولوا له نقصوا. اها. ندور مع الدراري. كاين القريب، كاين القريب فين ما مشيتي. كاين القريب فين ما مشيتي. الناس كاينين كاينين الحباب اللي حدو اللي بغى الشوايه يصوب لي في الشوايه، واللي بغى اللي بغى القدمان يصوب لي القدمان. وكما تشوفوا تنوريو الخيرات لجميع المشاهدين. احنا في السوق الاسبوعي بحد ولاد عبدون بخري بكا. هاد الخيرات القطاس معروف هنايا كما قلنا، البقع والشريه والكزاره، ومعروف لكل واحد اللي بشي حاجه زوينه شي حاجه رفيعه تنوريوها لجميع الحباب تونا. تنوريوها الخيرات الناس اللي مولفين الاسواق الاسبوعيه بالمملكه المغربيه. تنوريوها الاحباب تونا المشاهدين قناه الزيت والمرجان فين ما كانوا. اهلا بكم جميعا. قول يا سي رضوان النص شحال؟ 10 دراهم. النص 10 دراهم. شحال في مقديبه؟ 4.5 ب 10 دراهم. وشي حاجه رفيعه، شي حاجه رفيعه، شي حاجه رفيعه نقول للجميع المشاهدين الحباب تونا. الناس الحباب تونا فين ما كانوا. قناة الزيت والمرجان رتات الحريفية. هادشي تاع اللحوم وهادشي تنعرفوه جميع كيفاش كاين وكيفاش عامل كيما كان النوع تاعو تنعرفوه. كيما جاب هاد السيد بيبي اللي صاوب فيه السي احمد هنايا، هاد بيبي جابو السيد وسالي صابو ليه في الشوايه. كل واحد اللي بغى ياخذ هنا ما عنده ياخذ الكبده الهبيله كما تشوفوا معنا. هاد الخيرات اللي بغى ياخذ الدنيا هانيه، اللي بغى يجيب من جهه اخرى ماشي مشكل. في المشاعر العافيه تطفيها كما تشوفوا معنا حد ولاد عبدون بخريبكا، حيت كاين الشحمه يجيبوا الناس تشوي بيبي مع الشحمه. هاد الخيرات تنوريوها للجميع المشاهدين تونا. ماشي مشكل ماشي مشكل.
كما تنقولوا لما كانش الدخان ما كاينش شي ياك اي معقوله لما كانش الدخان ما كاينش شي ما كاينش شي لما كانش الدخان ما كاينش شي صافي غطاس غطاس اعطيه واحد جوج السابق بالسابق الله يجعل ربي يحفظك توسع وحده توسع اهلا سكيري تلقى خويا خطيبي طيب شو هنا يا راهو قال له بدلت لي اقضي تخليني نشوف ديال الرابعة المولاتة في الرابعة اللي حطينا الكذب خليه طيب اصلا. اي صح طيب. صلى لي في الاخ اللي عندك صوب شي نص مليح. مليح بدون مناقشة. هذا الخيرات تنوريو لجميع المشاهدين قناة زيت المرجان فين ما كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن أحبابنا أهلا بكم جميعا. هذه قناة زيت المرجان. لا غير فيديو انا حمل وليدينا دوس اخويا اهلا